ولكن اعتقد ان احنا كلنا ساعدنا في هذا الاسبوع ايضا بتدشين مشروع راس الحكمه اللي بيتم بالشراكه ما بين الحكومه المصريه ودوله الامارات الشقيقه. واعتقد يعني حضراتكم شفتوه من من حرص يعني اشقائنا في الامارات وطبعا تواجد شرفنا بتواجد سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات طبعا في ضيافه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يطلقوا سويا المشروع التنموي الضخم لهذه المنطقه من الدوله المصريه شيء كلنا ساعدنا بيه لان حجم استثمارات ضخم جدا بيؤمن استثمارات مستدامه هتبقى موجوده على مدار فتره التنميه بيخلق حجم هائل من فرص العمل مئات الالاف من فرص العمل للشباب المصري بيوفر هيبقى مكان ان شاء الله مع اكتمال تنميته لاكثر من 2 مليون نسمه فبنتكلم فعلا على اضافه كبيره جدا للاقتصاد المصري واللي احنا حريصين زي ما قلت ان احنا ان شاء الله هيبقى في مشروعات مثيله في خلال الفتره القادمه والدوله المصريه بتشتغل على هذا الموضوع. ولكن هي رساله واضحه بان ثقه في الاقتصاد المصري وقدرات الدوله المصريه على تامين الاستثمار الخارجي المباشر واللي ده اللي احنا شغالين فيه كلنا لان في الاخر ده اللي بيفيد المواطن المصري من خلق فرص عمل من نمو اقتصاد من عمله صعبه بتدخل وبالتالي ده كله بيساعد في استقرار الدوله المصريه. الشيء الاخر اعتقد اللي حضراتكم تابعتوه هو ان احنا طبعا كان هذا الاسبوع بيمر على الذكرى ال 51 لنصر اكتوبر. وحضراتكم يمكن كلنا يمكن حضراتكم اغلبكم يعني ما كانش موجود في, ال... في وقت هذا النصر آه ولكن كلنا نشعر بمدى الفخر والاعتزاز به والدوله المصريه اعتقد ما تم ما قامت به في خلال العشر سنين الماضيه في تنميه سينا شيء يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه لت... لتنمية لتحقيق الامن القومي والدوله المصريه حريصه على الاستمرار ب... بالاسراع بخطط تنميه سينا وتامين كل مقدراتنا في هذه البقعة العزيزة جدا على مصر وأعتقد يعني أن كلنا كنا سعداء أول امبارح يعني لأول مرة بعد أكثر من خمسين سنة أن تعود حركة القطارات ولسينا وشفنا الحقيقة تدشين الخط مرة أخرى خط القطارات اللي بيعدي من غرب القناة إلى شرق القناة واللي هو يمثل الجزء الأول من الخط اللوجستي اللي إن شاء الله هذا الخط هيمتد إلى العريش ثم إلى طابة عشان يبقى بنربط كل المناطق التنموية في سينا بشبكة النقل السككي لأن ده شيء مهم جدا سواء للبضايع أو الركاب ولكن الرسالة الدولة المصرية مستمرة وشغلنا الشاغل إن شاء الله الفترة الجاية سواء الفترة الماضية أو الفترة الجاية هو تنميه سينا باسرع معدلات ممكنه لان ده جزء من الامن القومي المصري باذن الله